خير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع فوز الشركة الأسترالية وورلي بارسنز بعقد من شركة أرامكو، وذلك لتوسيع حقل المرجان بالمملكة. وفقاً للعقد، على الشركة تنفيذ أعمال الهندسة والتصميم العائد لخطوط الأنابيب والمنشآت البحرية لربط منشأة الغاز. تهدف أرامكو من خلال هالخطوة إلى توسعة حقل النفط من أجل تغطية الطلب المحلي المتزايد. وننتقل إلى منظمة أوبك، حيث ارتفع إنتاج النفط الخام إلى أعلى مستوياته بشهر حزيران من هالعام، بالتزامن مع ضخ المزيد من الخام من قبل الدول الأعضاء يلي ما التزموا بخفض الإنتاج. رفع دول أعضاء أوبك إنتاجهم خلال حزيران بحوالي 260 ألف برميل يومياً مقارنة مع شهر أيار، وبعود معظم هالارتفاع إلى زيادة الإنتاج بليبيا ونيجيريا. ومننهي مع فوز شركة أرابتك للإنشاءات بعقد قيمته حوالي 96 مليون دولار لبناء جناح دولة الإمارات بإكسبو دبي 2020. وفقاً للبيان، من المقرر البدء بإنشاء الجناح خلال الشهر الحالي، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول الربع الأخير من العام 2019. هذه كانت أخبارنا اليوم، أنا بشوفكم بكرة.